تاكسي تاكسي كل يوم تشوف غريبة أسترة يا ربي اجري اجري تاكسي تاكسي زارك جابك جبت بابك شوفها وين تراسي اربط سنتر حمان خليني نعدي دوزيام لي باش يصير عليك اليوم ولا في الأحلام خرافة في كياس نعيشوها مع الناس حتى كان تدخل في حياتي ما نقولوا لباسيو الباب تربق عليك ما عندكش منين تبوج كونتري مارك عليك وحسابك داخل في الروج حلي دعوة اسمع اش يقولوا في الأخبار يا ولا أدرى تسربي فيها يا أعلام العار الكاميرا تصور فيك من أجال بلا يا غاف سيدي رمضان في التاكسي جونا كله حافل 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 في الكاميرا كاشي صحة شربتكم ومرحبا بكم في التاكسي دو. في حلقة اليوم باش نواصلوا مع الجن اللي خليناه البارح ركب صديقنا التاكسيست وعمل بعمايله في الركاب اللي طلعوا معاه. كيف العادة قيس باش يبدا يهيئ في الركاب بالحديث على مشاكله الصحية الخاصة. مرحبا عبد الله يبارك لك. فوق عندك السرعة عموما تفضل اخويا. بين حاكم علي قال لي تفاعل تحس بروحك بدي تتقلق. بالحق ربي ربي معك يا ربي معك. عرفت علاش تدور عندي شي 4 سنين في الاخر مشيت شفت الباب العربي. ايه نشيلو كامل يقول لي راهم السرعه راهو لطف عليك هاي من الناس الاخرين هاي 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 انا ريده في طبق السخانه هي يبدا لحمي بارد كسلش بس شد مني. لا 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 صحيح. صحيح. خاطر قلبك به. خاطر قلبك به. الحالة متاع التاكسيست شدت اهتمام الركاب الكل ومرة أخرى لقينا شكون يفهم لها في الدومين وعمل للتاكسيست تشخيص أولي للحالة متاعه. بيه سيدي خويا نعرفك على وياك فتح الله هذا تنوري أنا باش نمشي وتنوريك البلاصة نمشي له قدرة الله لاباس قدرة الله من ناحية هذاك لاباس ستر عليه من ناحية التابعة فهمت هذا خاطر شوف قوية برشا دار بحاول الله لاباس اسمعني اسمعني هما راهم يبداو طايرين وثم الحاطين فهمت انت يخدموا عليك ختمان تحس فهمت اكلي تبدا صبا ومن بعد يخدموا عليك تتخلبص فهمت تبدا ما تشعرش براحتك طايرين وحاطين جن هذا معلم ولا كنانو حكايات هذيا راهو انت تسمى يعطيك الصحه ولا يعطيك الصحه قاعده تسوق وفيها مسؤوليه ولا يعطيك الصحه يا رب بالرقية شرعية شوف كلام بالرقية شرعية واحد قال لي بالمغرب تمشي للمغرب شو اللي كان واحد من نيابتك وتمشي المغرب وعادك شو بس تمشي للمغرب دول مش نمشي المشنا مش بقى نمشي المغرب شو بشي للمغرب شو بشي للمغرب شو بشي للمغرب فايدة نمشي المغرب نهبط في طرابلس وبعد وين باش نمشي؟ ها؟ نعرف فين واقع الشط وين باش نمشي؟ الرباط، هاي سمت الرباط هي المغرب، هاي المغرب. سي بون معلم فهمنا اللي انت خشين في الجغرافيا، نجم تبدل الموضوع. الحالة زادت استفحلت التاكسيست والركاب بداوا يتكبسوا بالحق خاصة أنه ما فلت حتى فرصة باش يزيد يوتر لهم أعصابهم ويدخلهم بعضهم كانك متخلق هنا تنصب بك أنا تكي هنا تكي هنا تكي هنا يز يا ودي شو عندك فينا ثماش حاكم تكي هنا خمسة
خرجوا لي التمرين. باهي باهي. نذكرهم. باهي. خرجوا لي التمرين. خمشوا. خمشوا. استاذي ما هو شوف الراب شوف رقيش رايه شوف. كلمني باش ما تخاطرك على نسكت. شنو امورك اخويا اش عملت في رمضان وشنو هي الدنيا وشنو والله يا انا قاعدين نقضيه وقاعدين الصغيرات شنو يعملوا شنو والله يعمل. الحمد لله وكذلك. فهمني انت لاباس سواء الحمد لله. الحمد لله. نحب شويه دم دم عزين شوية بسمك نشرحك شوية الدم روش نقفو هذيك طول نشوفو كيفاش روش نقفو هذيك طول نشوفو كيفاش عزين شوية ورقة شوية ايه روش نقفو هنا يقفو على الدم روش نقفو هنا تعزين شوية روش نقفو هنا الولد موجود الولد موجود يخدم ربي يسدك فيه يعيشك تويس عندك صغيرة؟ عندي زوز وليدات، زوز وليدات يقراوا الحمد لله. والماتش تفرجت عليه البارح؟ تفرجت على الماتش؟ اي الحمد لله الحمد لله. كلنا سمعنا بحالة استخراج الجن بالأفكار وبكلام ربي. بعد الفاصل باش نكتشفوا طريقة جديدة لاستخراج الجنون بالمجد. يسافر روما حياته نزلوا جابه طريق اخواته يا ولا درس ربي فيها يا أعلام العرب الكاميرا تصور فيك منهجك البلا يا غافل سيدي اسمع ايش يقولوا في الاخبار يا ولا ادرس اربي فيها يا اعلام العرب الكاميرا تصور فيك منهجك البلا يا غافل سيدي. قبل الفاصل خلينا ركاب التاكسي يحاولوا يلقاوا مخرج من الوضعيه اللي تحطوا فيها بعد ما التاكسيس تطلع ممسوس كان هذا قبل ما يكتشفوا انهم طاحوا بجن من ذوي الاحتياجات الخاصه. اللي تعرف تزفر يحبوا التصوير ولا لا؟ تنزفروا له يا تزفر يا تبدا تغني كتغني لا يبعدوا جنب يبعدوا جنب اي غناية تشوف فيها ما حط راديو كاسي يا شوية يحبوا صوت بنادر فهمتني تحبوا صوت ابن اي امي تبدا اي غنايه تزن بها هاي فهمتني خوك نحس يدي مرتاحت بس نفسانين مرتاح اي ما زال شيء مرتاح يبعدوني شواطين امي يمكن غنية عين من عينيا يا ودي عاف منها مقطع بركة اي غنية اخرى عندك شيء مشتاق لك مشتاق لك من بعدك يا عزيز عليا يسافر روما حياته نزل جاب طريق اخواته صحة امه قالت واي وليدي عقلي راح معاه مش لا فيزا ولا باسبور يعني زحزت ولا بحور مش قلت لكم هاو الجن طلع عايش في الطليق تعدين حدود وحال ما عدش العود رجت الدرقة والناس ترقود يا قلبيب يا ابن الحرقة خل أمو خل أخواته خل الحب اللي ربيته زيد يسافر روما حياته نزل وجاب طريق أخواته صحت أمو قالت وليدي راح معليه راس اللي عز عليكم سكتوه سينو أنا هو اللي مش تسرع بالحق
ديريكت هذا ديريكت برا واحد خطو بقلالي ملاجي والقصر العالي سنتينا وسطي في العالية وماني مالي روما خيرش متعدي الحدود وحارف ما عادش نعود ويا ناس افا جاري وعمو دونو تور ودور وبقلالي سيش راه خطور لدى يرحم ودي بلاي انطول اسمعني والله تو نجي نبقى في الكلينيك براسهم بلاي احنا في الاخر شوي شوي هنا شوي ماني ماني روما ماني ماني بلاي لحظه مش معاه بلاي باش كلموك جماعه السبيطار هما معايا يا نجمة عدي الحدود وحال ما عادش نعود خرج الدرقة والناس الفود يا قلبو مليان بحرقة الله الله خل أمو خل أخواتو خل الحوم اللي ربيتو كي سافر روما حياتو إيش خلنا عمرو بسيه وراك بطريق أخواتو صحة أمو قالت وطريقي الحدود الحدود اي قول رمضانكم مبروك يا رب ان شاء الله رمضانكم مبروك تحيا دون مرحبا بك تحيا توس عايز بابا تلقى غدوة في نفس الوقت في حلقة تحت شعار ما قبل الكارثة مصطفى هز ولادك واخرج ما زالوا ثلاثة دقائق ما زالوا ثلاثة دقائق ما زالوا ثلاثة دقائق يلا الحمد لله أماني اللهم إنا نحن رسول الله اللهم رسول الله على ملعارك الكاميرا تصور فيك منها جاكل بلا يا غافل سيدي